ويا هبه ببقى عارفه انا ايه الجمله اللي بقولها لنفسي، وعارفه انه غلط بس مش قادره اوقف اقولها. تعودت على كده؟ تعودت على كده صحيح. ببقى اتعودت وببقى فاكره ان انا بقول كده عشان احمس نفسي ابقى انسانه احسن. النتيجه العكس. بس النتيجه العكس بالظبط. فانا لما اقول لنفسي انت مش ما عملتيش كذا وقصرتي في كذا ووحشه في كذا كده، انا هبقى انسانه احسن. واحنا ثقافيا على فكره اتعودنا على كده، ان احنا متخيلين ان انا لما اقول لانسان كلام سلبي كتير ده هيشجعه ان هو يتغير ويبقى احسن. التقييم بالنقد وليس بالحب. بس الواقع مش كده، البني ادم بيتصرف احسن لما يحس بمشاعر احسن مش لما يحس بمشاعر وحشه. بتقول ايه يا شيف؟ بقول لك النقيض بشكل ايه يعني؟ انت يعني انا هنقد الواد بشكل ايجابي او سلبي؟ لا، ما هي بتتكلم على نقطه ان عارف زي الترهيب والترغيب في الدين. في ناس في التربيه نقد نقد نقد، سم سم سم، صح كده؟ علق دايما على الحاجات الوحشه، مش بس على فكره مع اولادي، هتلاقي نفسك مع شريك حياتك مع اصحابك مع الناس اللي بيشتغلوا معاكي مركزه انك بتعلقي كتير على النيجاتيف عشان انت متخيله ان انا لما اقول له ده غلط وده مش صح وكده ده هو هيحسنه او هيبقى احسن. المفروض ايه بقى؟ المفروض الريشيو scientific ratio النسبة والتناسب المعادلة ما بين الكلام الإيجابي اللي يتقال والكلام السلبي 5 to 1، خمس حاجات إيجابية قصاد حاجة سلبية بقولها. يعني لو أنا عايزة أقول لحد أي تعليق أبدأ أقول له خمس إيجابيات، أنا بحبك، أنت قمر، أنت حلو، أنت جميل. مش لازم. لا أمال إيه؟ لازم كل ده. وبعدها بقى أنت عملت وأنت سويت. أجيب له التاريخ اللي كله بلاك ليست. لا، يبقى في التواصل معاه اللي بيطلع مني في تعليقاتي عليه، مش في القعدة دي، مش وأنا جاية بقول الجملة دي. اللي بيطلع عموما في كلام النهارده انا مقضيه اليوم معاكي او انت في شغلك بتشتغلي مثلا مع حد في برودكشن او ايا كان. فالاصل ان انا خمس حاجات بقولها كويسه قصاد كل حاجه سلبيه انا بقولها. شيف حسن بيقول لي كله سلبي. طب نعمل ايه في الموضوع ده؟ معرفش. انا انا عمري يا بنتي انا دايما اقول لك ايجابي والله ما بتساعد. لا مش انت قاعد تقولي على فكره الحلقه كانت حلوه قوي قوي من غيرك. ما انا بهزر معاكي وفي ايه؟ ما بهزرش، قولي ما تهزرش بس كده. شفتي حلقه امبارح قعد يقول لي الحلقه كانت حلوه قوي قوي من غيرك. ده هو بينكشك بس يا فوسي. فده عيب. نكش. نكش. انت عارفه انه نكش بيهزر معايا. فده يعني ده هزار مش عيب. استني بصي يا استاذه هبه، انا قلت لها قدام الجمله دي 100 جمله حلوه. ايه القمر ده؟ ايه اللي ناقصه؟ بياكلك كل يوم اكل فستان سعاد حسني مش عارف ايه. عايزه ايه؟ انت كفايه ان هو بياكل والله لسه كده. بسم الله ما شاء الله بياكلني سعيد عليا الاكل. انا عايز اسال سؤال مهم بقى لو سمحت. مكرونه مكرونه. عايز اسال سؤال مهم يا هبه. اللي بتتلقى الجمل السلبيه دي بتعمل فيها ايه؟ بتعمل ايه وعلاجها ايه؟ يعني اللي بتلقى الجمل السلبيه دي اولا انا محتاجه، انا اهم صوت عندي في حياتي هو صوتي مع نفسي. زي بالظبط الطفل، انت مثلا لسه كنا بنتكلم قبل الحلقه انك عندك بنوته صغننه. ما شاء الله ما شاء الله. اهم صوت في حياتها هو صوت مين؟ صوتك انت. صوت مامي اهم صوت، لان هي بتكون صوره عن نفسها من صوت مامتها. فلو اي حد في الدنيا حواليها قال لها حاجه تانية، صوتك انت تاثيره اكبر بكتير. لما بنكبر صوت ماما ده بيتحول لصوتي انا مع نفسي. فصوتي مع نفسي، الكلام اللي انا بقوله لنفسي اهم بكتير قوي، وبيعادل اصوات الناس اللي حواليا. بصي انا متفقه معاكي 1000000%، لكن في ناس وانا شفتهم صوتها مع نفسه مدمرها طبعا ومش عايزه ترجع. طب ما انت بتقولي اهم حاجه صوتي مع نفسي، لو انا صوتي مع نفسي بيدمرني محتاجه بقى اشتغل على ده. خدي بالك 80% من البني ادمين صوتهم مع نفسهم بيدمروا فعلا. يعني كانت مره دوف، عارفه شركه دوف، عملت اكسبيرمنت كده، جابت اتنين مثلا انتوا تبع دوف قاعدين مع بعض في ترابيزه وانا مش تبع التجربه دي وقاعده على جنب، ومثلا شيف عمال يقول لك كلام سلبي جدا، يقول انت ازاي وانت مالك لابسه كذا، كلام سلبي جدا وانا سامع الحوار. فكل مره عملوا التجربه دي الشخصيه اللي قاعده مكاني قامت وقالت له حرام عليك، انت ليه قاعد بتقول لها كل الكلام ده، انت دمرتها. مع ان انا نفسي وانا قاعده لوحدي غالبا هكون بقول لنفسي كلام سلبي زي اللي انا سمعته بيقوله لك. طيب لما احنا بنسمع حد بيقوله بنستنكره جدا، لكن انا بقول لنفسي طول النهار انت تخنتي وانت بقيتي وانت لو انا اصلا ما بحبش نفسي مين هيحبني؟ طبعا.